اليوم صباحا جينا داخل المزرعة، الرجل اللي يرجعنا دائما بس سوى لي معلومة الغانم والطيبة. عليك الله يبارك له يوفقه دنيا واخره. ابو كريم يا مرحبا بك. هلا بك يا هلا والله ابو ثامر، الله يحييك ويسعد صباحك. الله يوفقك حقيقة. اللهم امين. هالجلسة الجميلة وذكرتنا بالمزارع القديمة. الله المستعان. لأنك المزرعة الآن اللي نشوفها تنو معنا التراث القديم ومعنا أحوال الحقيقة المزارعين القدامى. كم لها مزرعة أبو كريم؟ والله هذه فلاحتنا قديمة بالحيل ثلاث أجداد الله يرحمهم ويغفر لهم. هم جاء طال عمرك الأهل، هم جينا حنا يا الأحفاد، والحمد لله بشرك من يوم بدوبه إلى اليوم كان حاضر وهي تنتج وزين هم الفن. طال عمرك لا الطرازي ولا الأهل ولا الأحباب مثلكم وعيال العم. إي والله ونفرح بلي يجي ويسير علينا، وسبحان الله العظيم هي تراثية على كلامك، على العيدان الأول على نخيل الأولة. يعني حنا ما تركنا أبدا نخيل الأول، بعضهم همل النخل الأول والنخيل أنواعه كله مبروك وكله زينة، لكن النخل الأول الحين مطلوب سبحان الله، هملوه لكن حنا تحفظنا أبوه والحمد لله من النوايع الأولة، وأنت عاد تخبرها الأولة. الحين السايد والتثير بالسوق هو السكري، حنا ما خلينا روحنا بالفلاح من السكري، لكن نخلنا الأول العيدان هذاك مكاتيم وشقر، هي النخل من أول ما يعرفون إلا المكتومية والشقرة، ونوايع عاد ثانية من الصباب ومن القطارة ومن الحلا الحلوة. الحلا عاد أنواع من هنا، الحلوة السبيرة والعرينية، العرينية تجيك دبسة وحمراء وما هنا طعمة ما شاء الله، والسبيرة هذه هي تبدر يأكلونها قبل خضراء. ومن سبحان الله العظيم وجانا البرحي، يوم كثر البرحي غطى على الحلوة ولا فاكهة من أول، أول ما يتقيضون على الحلوة. والحمد لله نواعنا الحين ما لها عد ولا حصر، من الشقرة من المكتومية ومن السكرية ومن الشيشي ومن الرزيزي أم الخشب ودميحة، وكل يعني راعي فلاحة بعد قبل بدي يسمي باسم فلاحته وباسم عائلته، بعضهم قرعاوية ورشودية ونبتة علي. اي والله، وطلع عاد شيء جديد بعد هالايام يسمونه حوشانه. اي والله تهتم تقول يلا من فضلك حلاو. اي والله انواع كثيره. طيب ما شاء الله ابو كريم يا اخوي تحسن للمزارع القديمه، الان لو تجي المزرعه يعني مرتبه ومنظمه وحديثه ما ولا ناسه بالمزارع القديمه، وش اللي خلاه تجذب الناس بهالشكل هذا؟ اللي يجب على طبيعه الارض لا تحدث به ولا شيء نبت. الحين كثر الديكورات وكثر يعني بعضات الأشياء تعطي الشيء غير طابعه، أنت عطى الشيء أصله. أنخله طلع واحد راعي دكان ما شاء الله عليه يقول أثاثنا من نخيلنا، حط الكراسي وحط إلى الساعة الجدارية حاطه من النخل وجلسه، وهالحين حنا جلستنا ها هذا البساط هالحين شوف ما شاء الله عليك هذا بساط من خوص النخل ما شاء الله. اي والله ابو كريم اذا ما يرتاح نفسيا ولا يرتاح بالجلسه الا عنده الاشكال الجميله القديمه اللي كانت تستخدم داخل المزارع وداخل البيوت القديمه، حتى انه الرجال بعز الصيف وبعز الحر الا انه يرغب انه يشوف النار ويحط الدله، يقول ما تحلى الدله وطعمها الا بشبه النار. المزرعة قديمة وعمرها قديم جدا، لكن اللي بنصور احنا بنشوفها الان طريق كلمة عنده ملمى ما شاء الله اللي هي البركة، هذا البركة وهذا قريب هنا بالمنطقة دي، يعني كم قلت يا ابو قريب؟ هذا المطق الحين 21 مطقنا والهواء 9 21 وما شاء الله قوي. لا ما شاء الله اربع بوص ويصب هناك بالحين ما شاء الله. اي والله الحمد ومن راهي هذا سطحي وبارد. نعم هذه وش الطلعه دي؟ هذه طال عمرك الخصابه واقرب ماله بعد هي تقل تمره المدينه العجوه. هي هذه تقل عجوه وهالنخل هذا طال عمرك قران وخضريه وقريب تنبات. الله الشقره ما يحتاج هي سيد النخل والحضار اللي تحاطه. اي هذا كله من الفلاحه من الاثل ومن النخل، ابد ما نجيب شيء براني. عاد تصدق ابو كريم الان لو تجيب لك واحد من بيته ولا من اي مكان وتجيبه في هالمكان اللي احنا جالسين فيه انه يقول انا ما ابو بريده بالبراد اللي تشوفه والله ما يقول. اي والله البراد لا براد لله الحمد. انا بالطايف انا كنت تنحر عندنا هذا، انا توي جاي من الديره الحين مكيف يرجع عليه يبرد بعد. الله اكبر. الجلسه الجميله داخل هالمزرعه
المباركة إن شاء الله. الله يبارك في أيامك يطول عمرك. تحس إنك ما تب بجو بريده، جو غير، جو براد، جو أناسب. لا هذا الجو الريفي لله الحمد. أي هذا قريب لازم عاد طال عمرك نبرد المي، هذا البراد الأول شوف ما شاء الله بارد من بالحين. أي والله بعد من الغنم ما يحتاج. كل شيء من الطبيعة عندنا. الله الله. والبراد اللي تقول أبو ثامر من الجداب ولا المائية؟ هذا المياه السطحية باردة دايم. باردة بالحين بالحين. والسواقي عندنا شوف هذا طبيعة الأرض الأولى. على الحصى وعلى طال عمرك الصخور. أجمل من البلك، البلك سبحان الله ياكلوا هالماء، هذا ما يتغير. عندنا هالسواقي لها أكثر من 50 سنة هذه. 50 سنة من السواقي هذه. إي الله الله، لا ويتجدد مجرد ما يمشي هو، يتجدد وينظف روحه، يقول الإمام الشافعي إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يسح لم يطب. إي والله حتى ريحه كله ما مثله أبد. لأنه الآن ما تحس بالمزارع طال عمرك، إنه كله بمواصيل الآن حديثه. إي إي. معهم كله بمواصيل. لكن شكله انه يمشي كمجرى بالسافي القديم شكله يا اخي جميل جدا. اي على الشغل الاول ما يحتاج. ما ودك تطلع من هذا المي بارد؟ اظنه بارد. بارد بالحيل. لا بارد كذا جاي من تبريد لانه المياه السطحيه بارده. بارده. والحين المسابح الحين اللي بيسبح بالماء المر هذا ما هماج سبحان الله اصح وزين. الماء الحلو ترى يغرق اللي بيعود عياله على السباحة لازم على الماء الهماج قبل لأنه يرفع الآدمي. سبحان الله الماء الحين البرد بالماء الهماج يرتفع الشخص. يرتفع والله يسبح على راحته وأفضل رياضة رياضة عداء أنتم تخبرون رياضة السباحة. وأسرع تعليم أي أسرع تعليم للأطفال هو الماء الهماج هذا الماء المر. أي ما مثله أبد يرفع الآدمي. هذه نبتة منها هالدير دياوية. الله الله. الحقيقة الواحد يستانس يعني الصراحة يستانس لكن يمكن الجيل الجديد ما يعجب الشيء ذا لكن الجيل القديم صراحة الجلسة ما تتكبر من الجلسة هذه الجميلة خاصة لما تشوف الشادي يمشي القديم اللي يعني نادي الشرقاوي والمزارع يمشي الآن كذا المزارع كذا الآن بارك الله. بسم الله هذا هذا المكتومي تونا خارفينه. هذا مكتومي تونا أيه. خارفينه. اي هالمكتومي طال عمرك حنيني هذا يدورون انه دوره الحريم قبل. هذا الحنيني. اي هبد كل سبحان الله نخاله له شغله غير القدوع اللي ياكلونه هالناس مع القهوه. اي نعم. هذا المكتومي للحنيني. الحنيني. اي يعباط ويصير الحنيني. الشقره اللي قبل شوي هالنخاله هذه. هذه للقشت. للقشت. القشت خاصه. والسكريه. عادل العبيد يعبطون وعبط. اي والله وكل خالتنا الحمد لله له ميزه. الله كريم يا اخي انك ما ودك اطلع من هالجلسه. الله يطول عمرك. والله والله يا اخي جلسه جميله وجلسه تنعش الروح. والله ما حد يصدقه والله ما حد يصدقه ان اقول له ان الجو هنا غريب عن الديره. جو يعني تحس انك المنطقه بهبل بسيط. براد يعني الساعه كم الان؟ الساعه حوالي 8:30 يعني عز الحرارة الآن اللي تعطيك شدة الحر لكن تحس بدأ انك تنفيف سبحان الله. وش السبب؟ الله أعلم. هل مثلا انه مثل من جريان الماء حول المنطقة او انه الأجواء هنا سبحان الله يعني غير الحديدة لكن انا زي ما قلت لك اول انه يعني المزارع الحديدة يا اخوي لما تجي ما تلقى الجو الجميل ذا البراد ما تلقاه عندهم. ليش؟ هذا كثرة الماء وجريانه على الأرض هذا يبرد الأرض والخضار يقول الخضرة تطرد الغبرة والخضرة تجيب البراد وانخلت اللي تحته خضار وحوله خضار حتى سبحان الله الأمراض الجديدة هذه اللي قالها القبير والسوس ما يجي سبحان الله حتى هذه الحشرة اللي طلعت عند الناس اللي قالها سوس النخيل وتنخر انخلة ما تجي بالأرض الخضرة أبد تبعد تجي لا انخلتها الهملانة ولا عاد بنقل النخيلة المتضررة بهالسوسة لا والله الحمد هذه اللي على التراث الأول وعلى القدم راعية عاشقة مثل ما يعاشق رعال بالباعر وهذا عاشق النخل يقول الأول بشر الغيد فلاح جديد الغيد وش النخل الحين النخل سبحان الله العظيم كل ما يغرسه هم من يشوفه تطلع قدام عيونه وتكبر أول ما يخرفه وهو تاعد وبعدين
وهو واجف وبعدين بالكر. الكر الحين طال عمرك يستخدمونه لانه خلط طوال، بس ما يرقى انخلط العيدان على طول، لا بالبدايه تدريج، اول ما ترتفع طال عمرك تصير طول الرجال، هم اللي يبدا يتعلم على شوي شوي، هم من طول الرجالين، هم من عاد تشمر شوي، هم من تصير بالامتار، هم من معه 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 طال عمرك. لا ما تقول شلون هالرجال الكبير هذا يرقى الى فرع انخله، فرع انخله تلقاها 12 متر 13 متر، ضار يله من البدايه، ما تعلم على اطول انخله، لا تعلم على شوي شوي، مثل ما يوم غرسه يرقى شوي شوي وتعلم. والكر يصنعونه بعد من النخل نفسه، من ليف النخل. هالحين ليف النخل طال عمرك هذا هو، شو هذا سووا حبال، هم من يجدله 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 لما يصير ارتابت الا الظهر، هم من يحط عليه عاد دار ما دار الواير، هم من عاد يحلقمه على انخله ويرقى ويشمره. بعض الرجال اول سبحان الله العظيم اسرع، يقول ظلال العصر، ظلال العصر بعيد، يقول يا فلان بتسابق انا وياك، رع انخله يرقى انخله واذا يركض مع الظلال. احيانا اللي يشمر انخله يسبقه من ما شاء الله التمرس والتعود على الرقي. لكن ما شاء الله هالكر على انه يعني مصنوع يدوي، شوف انه يحمل اشخاص وحتى انهم يعني مثل تقول اجسامهم كبيره، كيف ما شاء الله يتحمل الضغط؟ لانه لازم تضغط عليه لو ترجع. اي اكيد لازم تضغط ظهرك عليه علشان يمسك، صح ولا لا؟ اكيد صح. هو لا رقى فوق جاب له معه سليت صغير يربطه بحد العسبان عشان لو استدار ما يطيح، يربطه شوي هم يتنقل، حاطه على تكاي هبد مريح نظهره ابد وهو يخرف، ورجالاته حاطه مسند على انخله، وتقول انه يتحمل متثره مخليه طال عمرك بعضهم من الشبر وازود عشان يصير على الكتوف ولا على الظهر لصر فوق ولا بالرزي يحطه على كتيفاته، هم من يشمر ما يصير فرع انخله. والنخال يحبونها لها الاولين والتاليين لله الحمد، واحد من حبه لها مسمينا فلاحته وفرحه وهالنخل، يقول ويوصي عياله يقول يا زيد وان مت تحطوني حدر فرحه، غرسي بيمناي ما هي بورث جداني، ومسبنا نطلعها للضيف والعاني تريم، الله يغفر له ويرحمه. الله المستعان. طيب ابو كريم، النخله لها وقت معين تنتهي؟ يعني عمر ما له عمر سبحان الله العظيم، تعمر هي تبيد هله. عندنا هالحين نخل الحين نجده ونخارفه هذا متعدينا المية 100 سنة. اي وما زال ما زال ما شاء الله يثمر وينتج واطعم، يقول كل ما انخلت الحلوة ولا الشقرة والمكتومية كل ما طالت كل ما زن ما لا طالت فوق سبحان الله العظيم، يصير هوايل لا صارت توها الحين غريسة مهم مثل اللي أطول منه، وكل ما طالت عاد خذ من كثر الحمل ومنا طال عمرك الطعم. عندنا شقر قبل عاد للولية، لازم الفلاح الحين من يجد النخال لما يجي يخرفه وهو شغال، وش يسوي بالبداية أول ما يبدأ بالأرض أنخله يغير التربة يسمده ويحط له منها طينة الوادي ويجيب له سهلة حمراء، لأنه مع الأيام التربة تملح والتربة تنتهي صلاحيته، هم من يجدده مع سمادة الغنام هم يعزقه ويحط حد الراد تنخلة ويكبر الراد، الرواد كل ما كبرت راد تنخلة كل ما صار أزين الفرعة وقوته هي انخلة غير طلعة. وبعد هالشغلة هذه يجي ينظف النخل تنظيفه يكربه، أول التكريب هذا لازم طول الوقت يكرب، كل ما صار طول الذراع يكرب ما يخلى، لأنه هو اللي يجمع هالنواميس ويجمع الحشرات حقت النخل. هم من بعده يشيف، التشييف هذا قبلية طلع النخل، لا أطلع يشيف والعسبان اليابس يقصه، هم لا أطلع النخل عادي يلدسه اللقاح هذا طال عمرك كل فلاحة لازم يصير به فحول منه به، ولا لقحه وضبطه يجي بعد التلقيح التحجيل، لازم يحجله لا سبلت شوي أنما يحجله تحجيل. بعد التحجيل طال عمرك كبر أنما هم انهزع شوية الصنخ وطال، هم لا نزل يرتبوا لازم التعديل، يعدلوا طال عمرك يحطوه على العسيب ويلمه لنخله ما يخليه بعيد، يقربوا عشان المهاب وعشان طال عمرك يصير عن الشمس يصير لمتها انخله وظلاله العسبان عليه. بعد الركاب طال عمرك
يشتغلون عاد هالحين بعضهم يجي انجاوها هالآفة هذه اللي قالها الخبير يرشونه، وبعضهم الحين لا سراء الطلع واجد يفرطونه تفريط، وعقبه طال عمرك عاد يلون النخل اللي خضرة خضرة واللي صفرة صفرة واللي حمرة حمرة، وبعد ما ينقط عاد يطيح المقيض. أول ما يطيح من المقيض النخل اللحمية والتويرية والونانة والشقرة هذول ونبتة سلمة، هذول أول ما يطيح هذا المرطاب. اي والله هم العادة العالم تقدع لله الحمد ويستانسون، وعقب أيام عاد يكثر. ولا تثر ترى علامة دخول سهيل، لا دخل سهيل تلمس التمر بالليل، لا دخل سهيل عاد يجونك طال عمرك أهل الخبرة والتمر والنخل يبي خبرة بعد، يصيرون خارفين واللي عازلينه يبونه مثل هذول طال عمرك لا أشهد أن لا إله إلا الله لا الحشية ولا الضمت. بعضهم الخرائط الكبار هم من 4 كيلو من 1 سهيل إلى 20 سهيل هذا وقت الضمت الناجح 100%، وشولهم لجروشه يجروش هذه بثلاث أيام بإذن الله بالمدة هذه من 1 سهيل إلى 20 سهيل هم من عاد عقبة كل الموسم إلى الشتاء وهو ضمت، لكن هالفترة هذه لجروشهم جرب ومعروف. اي والله ابو كريم وش احسن طريقه لضمد التمر سويتها انت؟ شفت انا زين اطلع الدبس والله جربت انا طرق واجد، لكن ما نبي اكثر ونودي للمصانع، نودي لبعض هالربع اللي عندهم مكابس يعني بدائيه. لا نبي يدوي، يدوي عندهم اليدوي جربناه وحنا قديم بقى الشقر وبالمكتوم نحطه بالخرائط الكبار، الخريطه طبعا الكيس هذا حق الطحين نجيب باغه مثل باغه اللحمه سبيره ونغسله ونحط معه شوية مي ومنكبسه ومنحطه طال عمرك نضغط ونضغط ونحط عليه بلك، هم نزلبه لما طال عمرك ينضغط ضغطة زينة شمس بالشمس بعد الحاردة لازم بالشمس ويدبس، وكل ما هذا ينزل يهضم لا صار على مستواه الزين خلاص اجلبه وتعدى 7 أيام ادخله عندك بالتبريد محل بارد سواء عاد صحراوي ولا مكيف وتزلبه بعد كم من يوم هم من افتحوا وتشوف عاد الجروشة ما تعدى 15 يوم اللي هم جروش. والشغل عاد الجديد جابوا يعني اللي ما عنده محلات كثيرة العفريتة هذه يحطوا يكبس كبس مربعات، واللي يبي المصانع هذا الكيلو والنص الكيلو المصانع تستقبل. طيب طيب ابو كريم نبيك تفسر لنا طال عمرك عن الاشياء هذه القديمه، هذه يسمونها اول وين؟ هذا منخوص النخل كله. اي لك وش يسمونه؟ هذا طال عمرك هذول الزبلان. هذول الزبلان هذا الزبلان الصغيره اللي خرفون اللي طال عمرك يصير بو حبيلي من هنا ومرتفع، هذا حق الخراف، هذا يخرفون بو يسمى مخراف. مخراف اي وهم من عاد اكبر من هذا زبيل. اي نعم الزبيل. هم من هذه القفه. هذا القفه وش خلت تسمى قفه؟ لانه طال عمرك تله غطاء وتحافظ باذن الله التمر، وانا حاطم به يبيس قال يبيس كم وش هو من يبيس؟ هذا اليبيس اليبيس عشان نسوي به المغمي. نحطون بتمر لي. اي ما شاء الله هذا اسمه يبيس. اي يبيس هذا يابس مدندن ما شاء الله. هذا الحين انا بقول لك اقدع بكسر سنونك لا سبحان الله، لكن وش اسوي به انا؟ هذا احطه بعلبه قزاز ولا علبه قويه، هم نصب عليه من الدبس دبس البرحي ولا دبس السكري واخليه لا ما يدخل اشتا لا دخل اشتا ولا هو يتهتم ولا هم جروش ولا تطلع ان هالدبس غادي لك تقل عسل خاثر يلا من فضلك. اي والله ما انا طعمه هبد. اي والله غريبه يعني على انك لو تعطيها احد لا هذا حتى سبحان الله حتى الدبس ما تقواه شهر رماه لكن شهر واحد يغادي لك يتهتم تقول حلاوه بقر سبحان الله. اي والله كل شيء له خبرته ما شاء الله. اكيد الله اكبر الله. لكن انت الان لو انت تفضل انك تغرس نخل وش افضل النخيل اللي تصلح انها تغرس الان في منطقه بسيطه؟ افضل شيء شو اسمه الونانه هذه على تستخدم للمقيض وتستخدم قدوع وتثليج للتخزين بالثلاجات وللضمد ما هنا مثلها ابد ولا جروشه لكن لها طريقه هي
السكريتة الحمراء والونانة، ما كل يعرف له بالحيل. هذه أول ما يعني خطر على بالك تبي تصير فلاح وتبي تصير يعني راعي استراحة، تبي تحط لك كم من غريسة، أول ما تبدأ بالونانة، لكنها تبطي بالطلع، هي ما هي مثل النخلة الثانيات، بعضهم يسميها لأنها تبطي يقول منانة، وبعد ما تطلع يسمى ونانة. يلا من فضلك من طيبة، وعادة النخل كله طيب الله الحمد، والشيشي بعد ما مثله أبد، والرزيزي والصقعي، الصقعي فاكهة ما مثله أبد، لكن الصقعي يوكل خراف، أما بالضمد لا، الونانة والسكرية الحمراء. والسكري عاد الأصفر هذا هو سيد التمر ما شاء الله بالأسواق، يجلب 100 سيارة وسيارتين ثلاث نوايا. طيب أبو كريم، على أن عمر النخل عندكم الآن حوالي 800 سنة و 850 سنة صحيح ولا لا؟ يعني أكثر في مزارع بهالأعمار عندهم نخل، لكن راحت قمة، راحت ارتفعت، لكن أشوف عندكم أنتم ما في ارتفاعات بالنخيل، ليش؟ فوق إيه؟ على حسب الشذب، الحين النخلة كل ما بغتها تطول اجلده جلد بقى، حتى العسيب الخضر لا، كل ما تشذبه كل ما تزم فوق ترتفع، لا خليت الركادة ولا تشذب إلا العسيب اليابس، لا ما ترتفع أبد، تصير نموه يعني معتدل. أما هذولا بعضهم أنا عارف لي رجال جيته ما شاء الله عمره يمكن 95 عام ووران الخلق، قال هذه غارسة جدي ولا بس سحاب، ويورينا الثانية قال هذه غارسة هنا ولا هم جارنة الله صارت انطولة، يعني فرق الغرس بينها حول 40 سنة و50 سنة، لكن هذه صارت معه. وش السبب؟ الغذاء القوي والشذب، كل ما يقصونها النخل يطول يطول، اي يعني كل ما تقص النخل كل ما له يطول زيادة، اي هي هذه لتأثير لا، والجور عليها قص العسيب الخضر هذا ما يقص أبد، لا ما يسرع لا أسرع يموت، لا مات عاد يشذبه ولا شيء، دابت على طال عمرك يستخدم كلش عاد العسيب. الحين أكثر الحيطان الأول لبغوا صريفة من النخل، ما يبي له سور، هي سورة والمعاشيشة الجلسات هذا المجبب، هذا يسمى مجبب الحضرات هذه، وتصير باردة من عسبان هالنخل. يلا من فضلك. طيب طيب، وش الفرق بين الركوب والفرخ؟ عند حصل بعض النخل فيها ركوب اثنين ثلاثة وفوق، هي هي وش الفرق بين ذا وذا؟ أين اللي مثل أجود وأحسن للغرس؟ الراكوب هو اللي يطلع بعرض انخله، اما الفرخ الاصلي لا، يطلع براد انخله من امه وعروقه صارت بالارض، الزين للغرس هو اللي من امه تحت، هذا طال عمرك طالع شرته طالع عروقه معرجه بالارض، بس يجي الفلاح ويشيله مع التربه ويغرسه على طول سبحان الله يشب ويعمر، اما هذاك لا يصير ما له عروق، بعضهم يحط له تربه وخويشه يرده على انخله لما يعرج، وبعضهم لا ياخذه هو نصيبه، احيانا يسقم واحيانا ما يسقم، لكن اشوف انا الفلاحين الجدد طلعوا لهم طريقه ما شاء الله ونجح، حتى الراكوب ما يجدع، بعضهم من اول يجدع يقول ما عرق، الحين لا، ولا غرسه عقب فتره ولا تدري ولا هو علقان، طالع عن قلبه ما شاء الله باني من جديد. اي والله معلوماتك ما شاء الله قيمة ابو، والله يوفقنا وياك ابو تامر، اهتمامك بالزراعة واهتمامك بالداخل خلاك ما شاء الله تكسب معلومات قيمة عن النخلة ما شاء الله. عن النخلة بركة، هذه لازم طال عمرك، مجتمعنا احنا مجتمع زراعي وكل يعني يغلب على اهل المدينة، عندنا ما في احد الا عنده بستان ولا مزرعة صغيرة ولا عاد مشروع كبير من النخيل، ما تخلو البيوت ابد، والنخلة سبحان الله العظيم الناس الحين من ولده ومآلفين انخلة ومن طلعوا على انخلة وشكله، لكن تراه أجمل الأشجار هي بالكون، أجمل الأشجار على الطبيعة سبحان الله انخلة، لكن احنا معتادين عليها ولا نعرف جمالها حيث أننا بوسطة، ولا لا جاك طال عمرك وركبت هالنخل ولونت وصارت طال عمرك هذه منصفة وهذه تمرة وهذه يلا من فضلك لقيطة، هذا من أجمل الأشجار عاد عندي وعاد الناس ما أدري عنهم الثاني. نعم أيوة. كثرة الماء النخيل هل في تأثير له ولا ما يكثر إلا وقت الشربة، وقت الشربة لازم ترك عليها، بعضهم يستيب اليوم مرتين هذا وشوبة الشربة شباب البسرة، الشباب بالبداية لازم عشان سبحان الله العظيم شوف هالحين هالمكتومية كبرى ما شاء الله، هذا وقت الشربة يصير راكينه وهي على غدير الماء.
اي والله لله الحمد. طيب لو مثل انتهى التمر هل مثل تقلل عليها الماء؟ لا تقصر عنه. هي تقصر عليها؟ اي تقصر، ما هم مثل اول. ووقت الخراف تقصر عليه واجد. وقت الخراف اي يأثر على الخراف؟ اي هي ما يشرب، بل يشرب قبل يوم، يتخلي عقب ثلاثة ايام. اي عشان ما تدبس التمر وتضمر، تشرب جلده القشره الحين بعضهم من كثره وسواد تمره من كثره الماء وهو مستوي. انت سمعت عن انه مثل تخفيف الزنيان، يخففون الزنيان علشان طال عمرك تكبر التمره ويكون طلعه يعني حجم كبير وكذا، انت سمعت عن هذا؟ اي هي هذا التفريط، هذه يفرطونه. بعضهم ما شاء الله عليه ما يخلي بالشمراخ الا ثمان، من الثمان الى العشر. احنا بعضنا خلنا ناظم من فوق الاربعين، لكن ابو 40 هذا يصير صغار ولكن طعمه زين جيد. هذاك لا يكبر، وان التمره تاخذ نماه وطعمه من الخله، بدل ال 40 يصير الغذاء للثمان، ذول يكبرن والطعم كله بسطهن. اي والله. لكن ما شاء الله على المزرعه الان عندك ما شاء الله اللي هو الطريقه القديمه طريقه الحياض، ها؟ لكن ما شوف زرعت به خضار ولا شيء وراه؟ اي لا احنا لا دخل الوسم الحين، بعد ايام لا قضوا ان شاء الله الصبيان من الخراف، خليهم يتلبون الارض ونزرع. احنا نزرع اكثر ما نزرع الورقيات. اوه خضره البيت يعني. لكن يطلع عندكم ورقات جيده. ممتازه، عندنا ورقيات وعندنا الخضره، خضره العشا، النجد وما النجد وبعض القرع واللوبه والباميه، هذا يطلع ناجح عندنا. اي اما بعض الخضره مثل الكوسه ومثل نواعي ثانيه حساسه تبي من حلو. يعني احنا ما خضره همج. اي ما مثلها ابد الحمد لله. الله يعطيك العافيه في حقيقه، سعدت انه اعطيتنا معلومات وافيه عن النخله وعن زراعه النخله وعن انتاج النخله وعن الجلسه الحلوه الجميله الحقيقه اللي قضيناها معك بهذا المكان، اللي حقيقه الواحد يسعد انه يطول بالجلسه عندك. يعني ما شاء الله احنا في جو ثاني الان، في عالم ثاني داخل هذا المزرعة. الله يبارك، الله يطول عمرك ابو ثامر، بيض الله وجهك انك تنقل بعدها هالثقافه لهالناس. الله يعافيك. اي والله متعطشين. الله يقويك. شكرا لك.